اsسaلاm عleيkuم عنده حاجة كده جديدة ما أعرف كنت سمعتوها وطبعا حيضرب اللايف و مدحته يعني حيضرب ليه حساب زي المرة فاتت ما عمل لكن حنشغلها له ونعمل شو ده المجنون معلم والله شو الشغل ده يا مو una rega, dije خير عليكم نسال الله الرحمة والقبول لشهداء الشعب السوداني في كل الحقب والازمان الناس اللي ماتت دفاعا عن, عن حقها والناس اللي ماتت مظلومه صلّى الله أحقق لهم العداله في الدنيا والاخره رب العالمين نسال الله يعين هذا الجيل على تحمل الامانه في تحقيق العداله للفات الجايين يا رب العالمين نسال الله ان يتقبل منكم الصيام والقيام يا رب العالمين نسال الله ان يحفظ الشعب السوداني من الوباء والغلاء والعمل والخونه اللي تكشفوا بتكشفوا كل يوم الان وبقوا واضحين صلى الله انه يحفظ الشعب السوداني من وباء الكورونا صلى الله انه يغطي على الدكاتره كلهم في الخط الاول والناس اللي بتدافع عن المجتمع وعن الشعب السوداني في ظروف كلكم شايفين الناس الله انه يغطي عليهم ويحفظهم يا رب العالمين نسال الله انه يتقبل شهداء الكورونا نسال الله انه يشفي المرضى يا رب العالمين نسال الله انه يتقبل من الناس صيامه في الظروف اللي عايشين فيها الناس الان ورزق الله انه يعينهم عليها يا رب العالمين وتكون اخر الاحزان يا رب العالمين المجتمع فقد تروس يعني كانت الخط الاول خط الدفاع ما في اسره ما في بيت ما فقد زول كبير وعشان كده انا قلت لك الكورونا ضربتنا في في الخط الاول المجتمع الان بدات تتغير فيه حاجات بقى ما في مرجعيه الناس اللي قدامنا والناس اللي كانوا بيوجهونا والناس اللي ممكن يكونوا حلالين مشاكل فقدناهم في جائحة الكورونا والجوائح بسبب الحكومة أيوة الحكومة كتلت الناس قفلت المستشفيات عدمت الدواء وهم بيتباهوا بعندهم أربع طيارات خاصة و26 عربية لاند كروزر 2022 وإنفينيتي و و و, و, و فهم كتلوا الناس وتداروا فيها جات قروش العالم دفع للسودان 460 مليون دولار للكورونا الناس خلت الموضوع ده بيتكلم عن انه اكرم امل امل الصحه واكرم اكرم أه الناس قصدوه واكرم يا اخي في 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 460 مليون دولار 460 مليون دولار بسببها الناس ماتت واحنا ما قاعدين نقول كلام ساي ممكن يعني بس بقوله انا ومقتنع به وانت بعد ذاك يعني ممكن تتاكد منه. كنت بتكلم ليك عن عمالة عثمان مرغني الصحفي، عثمان مرغني عميل يا اخوان، انتوا ما ادري تقتنعوا ليه؟ الان الكلام الكتب كتبه البوست اللي كتبه ده خليك منه. خليك من البوست. وانه احنا والله بنستشهد لك في مواقف كثيره عثمان مرغني الليله كاتب انه حمدوك يا اخي في عبرة ليه الطرد حمدوك ما قتل؟ حمدوك ما سرق؟ حمدوك ما 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 ارتكب حاجه في حق الشعب السوداني، ده عثمان مرغني، عثمان مرغني بقول كده ليه؟ بتوقيت عثمان مرغني لانه بقى ما في في الساحه بتاعت القاحات زول يتكلم باسمهم او يدافع عنهم او يبرر القتل اللي بيعملوه، منو قال لك حمدوك ما قتل؟ لكن اقول لك حاجه عثمان مرغني خليك من حمدوك، انت ما قلت في الجزيره طلعوا له الفيديو يا اخوان، هسه انا ما عندي زمن اشغله، طلعوا الفيديو بتاع عثمان مرغني اللي بيتكلم عن انه عنده ادله وملفات و أدلة دامغة على الناس الفضل الاعتصام من الأحزاب المدنية أول زول يتكلم في قناة الجزيرة بعد فضل الاعتصام قال عارفين من الفضل وعندنا ما يثبت أنا كل مرة بعيد لك ليه يكون عن عثمان ما يكون عند عند الصحفي الثاني ده منعم سليمان ليه ليه يكون عنده اسم مرغن ليه اسم مرغن تتفتح قدامه ابواب السفارات وابواب القنصليات ويلاقي اللي يلاقيه ليه اسم مرغن بدن عن الصحفيين اللي اللي حاصروا جريدته ويدقوه ويضربوه عشان تبقى له مرجعيه عشان لما نجي انا اشكك فيه وتقول لي لا اسم مرغن يدقه وعثمان مرغن يهاجموه وعثمان مرغن عثمان مرغن ده اخبز زول اخبز زول الزول اللي ما انا ما مرتاح له انا ما مرتاح له انا ما انا شاك في دينه ذاته يعني مش شك في دينه دي نبذه لا لا انا شاك في عقيده عثمان مرغني يوم من الايام حيصهر إن... انه صاحب مذهب مختلف عن الحاجه اللي انت خدتيه، ولا حتكشف لك وده دفاع غصن برضه عثمان مرغني عثمان مرغني الاسبوع اللي كتب له مقال غريب كده قال يعني في ذكرياته انه اخذ اول مرتب اخذه يعني ما كان مهم قدر شنو المهم انه في اللستة بتاعت الموظفين المعوف في المؤسسه العريقه اللي كان شغال فيها، عثمان مرغني خريج جريده روز اليوسف، مجله روز اليوسف، انت عارف مجله روز اليوسف دي شنو ولا ما عارف ما هو الزول ده ما فتحوا له المجال وبقى الراي العام وعنده جرايد وعنده وتتفتح له ابواب القنوات، هل اللي انتقد الان الحكومه، هل اللي شكره هل اللي وعد الناس يقول لهم احنا بدون بدون مقدمات هو ده شكله بدا يتعاطى حاجه من المخدرات الب... يعني ب... 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 بتحكم في الجسم عن طريق البيورا يعني في ظهره يعني لانه الكلام الب... بدون مقدمه كده كتب بلا تغريده قال احنا حننتج كهرباء وحنصدرها للعالم يا يعني تحت في العالم دارك توريني انت ده الصحفي ولفيت الدنيا دي كلها قدرت اصدرها لوين مثلا مصر مصر انت عارف مصر الانتاج بتاع بتاع الكهرباء يعني انت دارت ترجع الخط مثلا مصر ده توديها اثيوبيا كده خليك 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 احنا صدقنا انه حمدوك حينتج كهرباء ممتاز وحصدرها للعالم والجيران ممتاز دارت توديها وين؟ دارت تودي الكهرباء دي وين؟ تشاد دارت توديها وين؟, وين؟ افريقيا الوسطى النيجر صومال اثيوبيا اريتريا وين وين؟ حتوده. دارت تقطع البحر الاحمر اول قاعده في اول قاعده في تصدير الكهرباء انه الكيبلات والاعمده والخطوط بتاعت الكهرباء الناقله الكهرباء لازم تكون في اليابسه. انت قريت الكلام ده يعني انت بتتكلم ساي؟ فهو الزول ده شكله بيترقع بالليل وبيطلع يقعد يورجينا لنا بالنهار. عثمان مرغني ده عميل بتاع مخابرات مدرب في وكالات ومؤسسات حتكتشفوا الحاجه دي، انا ما محتاج اقرا ولا فتشة ولا ولا عندي لك مصدر ولا عندي لك دليل، دليل هو اللي بيعمل فيه ده. الان الساحه خليت بقى ما عندهم زول، فهو طالع ينتقد ناس عطبره انه كيف يطردوا حمدوك؟ حمادوك ما قتل حمدوك قتل يا عثمان مرغني حمادوك قتل الناس اللي ماتت في المستشفيات قتلوا حمادوك يا عثمان مرغني الناس اللي ماتت في دارفور بعد حمادوك استلم السلطه قتلوا حمدوك قتلوا حمدوك مع رئيس الوزراء حمادوك ما شرطا يجي يحميك من المجرم حمادوك مسؤول من حمايتك وين الشرطه وين الشرطه القصاص بتاع بهدين قتل بهدين منه القتل بهدين منه يا 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 عثمان مرغني ال 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 في المشارح الان المقدسه اللي بيطلعوهم في ثلاجات الموت بترمون في الميدان قتلوا منه قتلوا منه وبعدين يقول لك انت بتتكلم في في الجانب المدني ما تتكلم في العساكر يا اخي ده سؤال انت حمدوك ما بيتكلم في العساكر ليه؟ حمدوك ذاته ما بيتكلم في العساكر ليه؟ خليك مني انا خليك مني حمدوك ما بيتكلم في العسا... ما بيتكلم في الدعم السريع ليه؟ بخاف منه؟ خلاص انا ذاتي بخاف من العساكر والدعم السريع، تعال عندك مشكله؟ عندك م... عندك اي حجه انت ما تتكلم انت في العساكر الوحيد اللي في السودان بيتكلم في الدعم السريع والعساكر انا يجوك يقول لك انت ما تتكلمون في يا اخي ما دار اتكلم في انا ما دار أتكلم, فيه؟ ما دار اتكلم فيه ما دار اتكلم في العساكر ما دار اتكلم في الدعم السريع ما دار اتكلم في حمدوك انت ايش دخل امك ما عندها علاقه اوكي قفل بلاتك وزيح بي واحد تطلع مرحله من الترويج والتضليل انه عثمان مرغني الان بقى هو ال... ال... البوق بتاع 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 حمدوك اسمها مر ليه؟ لانه الساحه خليت بقى ما عندهم زول قادر يواجه وعي الشعب. احنا ما عندنا مشكله الان في الناس اللي بتنشر الوعي. الناس كلها بقت واعيه، بقت المشكله في الحكومه ما عندها زول ينشر الجهل. كلهم اتكشفوا الان، منو اللي حيقعد للبوشي؟ منو منو؟ ده منو ده؟ منو اللي حيقعد لشبشب الملك المؤسس؟ منو؟ منو؟ من اللي حيقعد لعاهرات الحريه والتغيير؟ شغالات قوادات للدعم السريع، انتوا دارين ال... بجيبها ليكون انا عديل، يعني واضح انا انا انتوا عارفيني يعني. لما انا قلت الحاجه واقولها معناها عارفه يعني فما في طريقه ف ما قاعد نشوف مش استر اعراضكم انتم ما عندكم اعراض الحريه والتغيير ما عندها عرض كلكم مهتوكين ما 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 ما, قاعد يجيبها لانه حتظهر يعني في غيرنا حيطلع عليكم تشاف انا ما فاضي بس احنا بنمشي في الشوكة اول حاجه حتظهر الحاجات منو ما عنده زول جابوا الفايز السليك ال... المستشار الاعلامي بتاع حمدوك يتكلم في خطابه المنو منه قدموا في مكتب حمدوك قال احنا تعاوننا مع كل الناشطين وهذه الرحلات بتاعتنا الداخلية شفتوها سافر وين وين وشفتوا رحلاتنا الخارجية ده المكتب بتاع حمدوك الإعلام البديل شوية الصعاليك في الميديا في الواقع حمدوك ماف في. في الواقع حكومة الحرية والتغيير ماف في. في الواقع المجلس العسكري مافي في الواقع احنا قلنا احنا انتوا الميديا سيطروا عليها اعلام بتاع دحلان الامارات والاعلام بتاع عزمة انطوان بشارة بتاع قطر سيطر على الميديا والاعلام سيطر على الكتابة الالكترونية ما في مشكلة غيروا مزاج الرأي العام في من الصباح امسكون في قضية من حقكم لكن في الواقع انتوا ما في حمدوك مش الواقع مش عضبرة برجلين وهو كان بيشوف عضبرة في الصور كان بيشوف عضبرة في الهتافات كان بيشوف عطبره في صور قطار عطبره دخل القياده العامه كان بيسمع عن عطبره عن المدفعيه عطبره لكن ما مشى عطبره عطبره مقر الحزب الشيوعي هو مشى ده مقره عطبره عطبره مقر قيادات الحزب الشيوعي التاريخيه عطبره عطبره الحديد والنار والسوار الثلاثه والكنداكات وقال انا حمشي اشوفه زين لهم ها وشاق معاه هو السيد خالد السليك والسيد وزير التجارة والصناعة الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني شوف علاقة زولدة وعلاقة عثمان مرغني شنو امشي شوف علاقة عثمان مرغني مع ابراهيم الشيخ مع وزير الداخلية انا ما فاضي ربي تحسي مشى ارض الواقع ما في ما فيسبوك مشى ارض الواقع كان منزل القزاز شاف الهتاف سمع اطلع برا حمدوك اطلع برا سمع قفلوا القزاز بتاع العربيه الفيديو واضح شفته كلك محاوله تلوين المساله محاوله انه في آ... دقيقه محاولة انه محاولة انه تشويه المناضلين دي والصاغ انهم كيزان وغيره هم طبعا حسي احنا ما في مشكلة ما في مشكلة انتوا كنتوا طلع في عطبرة دي كيزان صح؟ وحاولتوا تعملوا لكم فوتوشوب تضاربيه والفضيحه بتاعت الفيديو صح؟ حلو ايه رايكم ادعو انتوا ليوم في المدينه الدارينها في الولايه الدارينها الساعه في الجمهور اللي انتوا دارينه رايكم شنو جيبوا حمدوك جيبوا حمدوك واعملوا له الاحتفال الدارين خليك ناس عطبر اللي انتوا هسي عطبر اطرد فيها ولا ما اطرد فيها انتوا ليه جاري بعيد ما اللبيض حسي كان في اللبيض اطرد ولا ما اطرد ما شفت الفيديو بتاع اللبيد امهات الشهداء وأمهات الطلاب المواطنين اللي جانا المقاومه خليك اتضح في النهاية الفضيحة انه هم كانوا حمادوك والأبيض جابوا الكيزان عشان يستقبلوا حمادوك، طلع انه اللجان اللي استقبلت حمدوك حقت كيزان، الحرية التغيرية مش جابت الكيزان عشان يستقبلوا طيب خليك من ده، يا زل خليك خليك حمادوك ده ما طرد في الكلاكله حسي؟ الكلاكله ما طرد فيها حمدوك اطرد كم مرة؟ عبر الكلاكله هنا مشى، الأبيد اطرد، اطرد ولا ما اطرد في الأبيض؟ اطرد ولا ما اطرد يا اخوان لقاؤه مع امها وسر الشهداء ام الشهيد هزعه قالت له شنو انت ذاتك بنسقطك شو ناس الرشيد يعقوب ما انا قاعد اديهم بخل... دائما الحم... مع حمير انا تكلمت وما جبت التسجيل بتاع ام هزاع ما شغلته لهم قالوا الانصراف بكذب ام هزاع ما قالت ادوا روحهم طلقه لانه الكلام طلعوا الصحفي بتاعه جاب الفيديو الصحفي بتاعه ادوا روحهم طلقه سكتوا شيء في النهايه قال لك يا اخي احنا الانصراف ده ما عندنا اللي هو يا بيبي انا هخليك تجري وراي كده تمشي وين انتوا في الصفحات دي مفتوحه عشاني اقعدوا تمشي وين انتوا تقعدوا بس اخليكم كل مره تدوا روحكم طلقة هذا ام هزاع ما قالت له نكرتوا الكلام طلع على الفيديو قاعد ام هزاع قالت له انت ذاتك بنسقطك انت ذاتك ليه حمدوك في وشه حس ده كله انتوا بتنكروه خلاص يا زول حس رايكم شنو شوفوا الاستاذ اللي, اللي انتوا دايرينه والمدينه اللي انتم دايرينها الساعه اللي انتم دايرينها احشدوا لي حمدوك واحنا بنجيكم ثاني في كلام <applause> يا زول اطلعوا لي في عطبره كيزان ما في مشكله اطلعوا لف في اللبيت كيزان ما في مشكله اطردوه في الكلاكله كيزان ما في مشكله اطردوه وزر الشهداء كيزان ما في مشكله شوف الحته اللي أنتوا دايرين حمدوك اللي في كان يحتفل بيوم الثوره 19 12 ابي احتفل مش زرع شجره مع منعم سليمان انا ما ما اعرف العلاقه بينه شو العلاقه لكن العلاقه دي شكلها يعني زرعوا شجرة واضحة يا نعم مع رئيس الوزراء في أمهات الشهداء منتظرينه في الساحة الخضراء 2019 ذكرى الثورة 2019 وداخلين على 2020 اسر الشهداء منتظرينه مش زرع شجرة معاه فده هو لأنه حمدوك عارف إنه هو في الميديا حمدوك في الواقع ما في حكومة حمدوك في الواقع ما في خالد سيلك خالد سيلك خالد سيلك وينه؟ طيب طلعوا خالد سيلك طلعوا خالص في الحته اللي انتوا دايرينها ما في انتوا في الواقع ما في دي بس الحاجه اللي اقولها لكم الحكومه دي محاصره بطريقه ما حصلت قبل كده ما بيقدروا لا يستطيعوا يا هداك القصر الجمهوري ادعوا الناس واعملوا تابينكم واعملوا احتفال كل الثوره ما بيعملوا الحاجه دي حمدوك ما بيعملها المخابرات اللي وراه ما بتعمل ليه؟ لانه عارفين انه ممكن يجوا الناس يقولوا له هاي حنجي ونحضر واي حاجه سنار شكرا لك حلبي الحساني سنار طرد حمدوك ولا ما طرد يا اخوان وقفلوا له الشارع الفيديو ده اول حتى طرد فيها حمدوك النار. ما بتقدر تنكر الكلام ده حمدوك الان ما حصلت في تاريخ السودان طيب اقول لك مبالغه ولا في افريقيا اي رايك ولا في العالم ما حصلت رئيس عمره سنتين سنه وسته شهور او ثمانيه شهور قول خليك دقيق سنه وثمانيه شهور ما حصلت قبل كده انه رئيس جاي عن طريق ثوره وتأييد جماهيري ما بقدر يطلع لأي مناسبة يلاقي الجمهور ما حصلت ما حصلت إنه رئيس جاي عن طريق ثورة وجاي عن طريق تأييد جماهيري ما ما يمشي الطريق ولا براع له إل ولا زمة ما حصلت هو اصلا ما جاي ليك انت، هو جاي عنده شغل معين بادي فيه، عموما احنا حنتجاوز السيد حمدوك، الدار اقول لك انا الكلام اللي تكلمته ده خلاصته انه حمدوك في الواقع ما في، عبارة عن ميديا أما كلامنا عنه بتاع الطرد وما الطرد أنتوا شفتوا تأثيره ما في زول يشتغل بالموضوع ليه ومبارح جابين الفيديو والناس ما اشتغلت بالموضوع لأنه حمدوك طلع من الخرطوم عشان يمشي عطبرة يطرد أساسا أساسا مشي الطرد قالوا له قوم امشي الطرد عشان نغطي على حاجات تانية يا أخي طردوك يا آي آه. الكتل الناس في المسرح بتاعت مدني منه 160 جثة اكتشفتوها انتوا قلت الكتلوا منه كيزان ولا كتلتوني انتوا قوم يا عثمان مرغني خلاص احنا ما دارين التحقيق بتاع النائب العام تفضل جيبه اثبت لنا انه الماتو ديل في مدني انتوا عرفتون ومجهولين الهويه او ناس حصلت لهم حوادث وجيبوا ارقام البلاغات عشان ندفن بعد ولا انتوا ما دفنتون لسه الكلام ده لو ست شهور امشي بتاعت مستشفى التميز لا شهر شهر الناس بتشكي حمدوك وين ال... ما انت بتقول ما كتل الناس يا يا عثمان مرغني يا اخي دي جثث في الشارع، في ثلاجة دمها سال، حاجة غريبة ذاته انه الزول يموت ودمه يكب، أنا ما, ما 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 قادر أجيب تفسير يعني. ما في تفسير للمسألة، ونقطة دي مهمة جدا من الناس اللي في في, في 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 المجال نفسه ولا شنو يا دكتورة؟ حاجة غريبة زول مات وكان جسمه مجمد، يطلع الدم يطلع 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 دم ثاني كيف ولا شنو؟ سبحان الله يعني شيء شيء شي ما مفهوم. ماشي في المسألة دي يا اخواننا قال لك الجسس فيها الجديد دكتور زينب يعني شنو فيها جديد؟ قال بخلي الدم يطلع شنو برضه؟ ما هو زول إذا حصل له حادث حيموت لحدي مح... سبب الموت النزيف ولا شنو؟ صح؟ حيكون سبب الموت النزيف يعني نزف في محل الحادث، نزف في الإسعاف، نزف في المستشفى، نزف في الحوادث، في النهاية مات. يبقى الدم ده جاي من وين؟ طيب دي واحدة، دي واحدة. طيب ركز معي، ركز معي. أحمدوك مشى يتكلم عن في سند جبار قال يا أخي إحنا طلعنا غرار إنه ما حنطل ما حنبني. آه خزان آه الستات وشنو عطبرة صح قالوا ده مادم دي سوائل ناتجة من التحلل ايوه كده ممكن طيب آه حمدوك مشى أه الشمالية ويتكلم عن انه يا اخي خلاص اصدر قرار لو في زول أه لو في زول عنده البيان بتاع الخطاب اللي قالوا ليه انه وقف السدود في طيب عشان احنا نقوم انا بوريك الربيت سريع 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 نربي طوالي اول قاعدة انه حمدوك ما حيجيب خير خدتها كده القاعدة الثانية أي حاجة يعملها حمدوك وراها كارثة بدون ما تمشي تتعب هسه أنا في زر لي موضوع إنه حمدوك يتكلم قال يا أخي أنا حوقف البناء بتاع السدود أنا اصلا ما داري اجيب سيره الزول ده ولا كنت في موضوع تاني يعني مجتهد لي في حاجه بعيده خالص من حمدوك لانه انا عارفه برسلوه يطردوه برسلوه يطرش في حته برسلوه يكسر له قزازه برسلوه يرفع يدينه برسلوه كده حمدوك بيعملوه حوزاته بقى ملطشه يعني ملطشه فانا ما فاضله لكن قالوا كده فعشان انا اقوم اوريك الربيط اللي يخلعك يا بتاع الدراما ذاك اللي قال لي انت بتاع درامات اوكي اكتب لي عليك الله اكتب لي يا بيبي عندك في ال كم عدد الانهار في اثيوبيا؟ اكتب لي اكتب لي عليك الله عشان انا في موضوع كده لازم نحسمه حسي طبعا اخوانا معلش اللايف ما في اي إعلام في اي حته وكده يعني بل اللايف بمنحضر يعني اكتب ليه اكتب اكتب أيوة المستشفى تحت إدارة لجنة التفكيك تيسير صحيح دالو كجبار تم إجازة قانون جهاز الأمن الداخلي عمر حسين إخوانا خلوا التعليقات ركزوا مع الكلام اللي بقول لكم فيه وكتبتوا كتبتوا يا إخوانا كم عدد الأنهار في أثيوبيا كتبتوها واحد 11 نهار محمد السيد كتب ميادة كتبت 10 انهار كنتوا عارفين المعلومة دي قبل كده ولا تفاجأتوا بيها؟ في زول كان عارف انه عدد الانهار في اثيوبيا 10؟ اه؟ عارفين انه مستوى الامطار بين 950 الى 2 مليار متر مكعب تريليون مش مليار 2 تريليون يعني 2000 مليار متر مكعب من المطر السنوي سنوي غير عندها عشرة أنهار غير عندها أكبر بحيرات بتنبع منها أنهار في العالم أثيوبيا بتبني في السد بتاع النهضة ليه؟ طيب قبل وانت ماشي افتح لي ويكيبيديا حتلقى عدد الانهار اسمع قال لك نهر النيل الازرق ده اللي عارفينه اللي هو النيل الازرق ده طالع من اثيوبيا واحد نهر اواش نهر اومو اكتب عندك يا حبيبي نهر الدندر انت عارف انه نهر نهر الدين جايك من اثيوبيا انت ما في الجغرافيا بتكون ناسية انت عارف المعلومه دي ولا ما عارف بامانه كده في زول فيكم عارف انه نهر الدين ده طالع من اثيوبيا الدين دراي في عارف انه نهر الراحت طالع من اثيوبيا اكتب عندك في عارف انه نهر القاش طالع من اثيوبيا ولا ما عارفين انتوا عارفين المعلومه دي ها الست ذاتها ما جايانا من هناك في عارف انه في نهر جوبا ده طالع من اثيوبيا ذاتها نهر عبرة نهر ستيت نهر يابوس الود حمدوك الليلة اتكلم في سد دالو كجبار اه؟ لانه الحاجات دي التعليمات بتاعتها بتجي من بره إحنا ما عندنا إدارة بتاعت موارد أول حاجة في الدولة دي، يعني إحنا ندير مواردنا دي ما في دول بتفرض عليه الآن حمدوق بينفذ في مصالح الدول دي. لما أسيوبنا تبني سد في نهر من 11 نهر عندها نقول يا أخي هي دار تبنيه عشان الموية أو إنتاج الكهرباء أو للزراعة صح؟ ناخذ مثال السد العالي بتاع مصر. سد العالي مبني في اخر شمال السودان وجنوب مصر شنو يعني؟ يعني اللحظه النيل داخل مصر قاموا عملوا سد حتى المويه والبحيره بتاعتهم بتاعت ناصر اكبر بحيره اصطناعيه وصناعيه في العالم كلها في السودان هنا عندهم شنو؟ بدايه السد وتوصيلات المويه والنيل ماشي وتوصيلات الكهرباء اثيوبيا هنا عامله العكس خدت السد حقها في اخر حدوده يعني لو قلنا ده تستفيد منه مويه، ممتاز. المويه هي على بعد 25 كيلو من الحدود السودانيه. يعني جوا البحيره حتكون جوا اثيوبيا والمويه محجوزه في اثيوبيا والسد بدايته معانا احنا، يعني احنا كانه احنا السد العالي مصر، يعني زي ما هم وصفوا لك قالوا لك ده السد العالي للسودان كانه سد النهضه السد العالي السودان زي السد العالي بتاع مصر الفكره صحيحه لكن المعلومه دي غريبه جدا اثيوبيا تعمل عمليه زي دي عشان عيون السودان لا تنتج بيه كهرباء الكهرباء اللي بتنتجها اثيوبيا من السدود الثانيه انت عارف انه في اكثر من يعني 12 سد في اثيوبيا بتنتج كهرباء اعلى من دي طبيعه وين اصلا ذاته ما بعرفش كل الحوله عندهم اكتفاء ذاتي السد عشان يشتغل ذاته سد النهضة المفروض يكون وراه ثلاثة سدود تاني وشغالين فيها طبعا ده غير سد, سد الجسر ده طيب اثيوبيا بانية السد حقها في الحدود بتاعتها مع السودان يعني الموية داخلة على السودان يعني هي ما حتستفيد منها بعد ما مرقت منها كل النهر مرق منها على بعد 15 الى 25 كيلو كويس من الحدود السودانيه حتى الان الناس ما متفقه 15 ولا 25 لكن في النهايه 10 كيلو يعني بالعين بيشوف الحدود السودانيه تعمل سد هناك لشنو؟ اثيوبيا السيوف بدها تعمل هناك يبقى السد يا اخواننا ما لإنتاج انتاج الكهرباء لانه عندها غيره الاف السدود ما لتخزين تخزين المويه انا بقول لك المخزون بتاع اثيوبيا المطر السنوي بتاعها ما عندها حته تخزنه فيها بتنزل لها 2000 مليار متر مكعب 2 تريليون متر مكعب دي مطره عندها بحيرات بتنتج مويه عذبه على مستوى العالم ما حصلت البحيرات بذل الفاسيو بنقول لك انه بس النيل الازرق انا بقول لك انه منابع حتى منبع اكبر مرفد او اكبر رافد للنيل الابيض في في, في 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 في, السودان بما جايك من اثيوبيا هو في 70% منه طالع من اثيوبيا حتى النيل الابيض ده بالمناسبه اللي بيخليها تمشي تحجز المويه شنو داير بها شنو يعني المويه ما ممكن ترفعها من الباطله منسوبه الجبال ما هم ساكنين في الجبل فوق دارين بالمويه شنو عندهم انهار شاقة اثيوبيا ما محتاجين ليه ده يبقى في هدف من بنية السد في الحتة دي طيب انا كده قربت لك الرؤية الان العميل للسيد حمدوك اي خطوة يخطوها في السودان عندها ارتباط مع اثيوبيا وقعت لك اي خطوة يخطوها في السودان عندها ارتباط تأميني مع اثيوبيا لما انا بتكلم لك عن القاعدة الروسية بقول لك الروس حيسكنوا عندنا، بيتهم حيكون عندنا، وعساكرهم حيحرسوا المنشآت الأسيوبية الآن بدأت تتكشف ليكم موضوع القاعدة الروسية، الطيارات الروسية بدأت تنزل، الـ 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 العمالة حقت وزير النقل بتاعك. المشي بورسودان باع عليك. والقاحات الموضوع ده ما بيفتحوا تاني، سكتوا. وين الكلب اللي كان بيقول لك الصعلوق اللي بيتكلم في وزير البنى التحتية؟ أنا أنا لسه قاعد، انت, أنت وين يا بيبي؟ ما أنا قلت لك حا خدودك الورديه دي حلوين لك اصبر لي انت بس انا ما فضيت ما لك مالك ما طلعت تكلمت بيسمي اللي في بورصدان ده شنو؟ اتباعت بورصدان الان اصبحت بورصدان كلها عباره عن معسكر للروس قواعد حتكون فيها سفن نوويه ده تاني المواطن بيقدر يخش بورصدان قلعوها عديل بعلم وزير النقل بتاعك اي خطوه تخطوها الحكومه المدنيه بتكون في مصلحه الدوله من بره ممتاز كده الان انت فهمت التصور الكارثه بتاعت سد النهضه الماشي علينا دي فاضل لها 70 يوم او كم 60 يوم خلاص يعني الموضوع اصبح امر واقع ضرب السد بقت ما حل لانه خلاص النازل خطو خطوات ومشوا فيها تاني تضرب السد مستحيله تهبش السد مستحيلة حترجع الواقع الجايق بس يعني ما عندنا شيء تاني نقوله لكم لأنه الناس ادينا الحلول وحياتنا والكهرباء والمحصول وال الزراعي قام واحد من الخبر ال الأسيوبيين هم سودانيين اللي بيشوفهم في الإعلام لسه واحد عندك عمك كبير كده عنده صلعة قال قال, قال والله يعني سد النهضة حيوفر للسودان ثلاثة دورات زراعية في السنة شوف الراجل ده اسمع ده شفت الثلاثه اللي قلت عندي اللي يجوك انت يا بيبي السودان ده والله العظيم ما بايض حجرت ها قطع عادي ما انتوا منه ما تبغى يلا يجيك انت الثلاثه المواسم زراعيه تجيك انت يا بيبي وبعد ده كله انت ذاتك بالتراب ما بتجيب حاجه ها شوف التضليل والكذب سالناه اثيوبيا حتخزن 10 مليار متر مكعب من حصه السودان لو عملتها في السنه خزنت 25 مليار متر مكعب بمجموع 15 مليار متر مكعب من حصة مصر 55 مليار حيشيل منها 15 وإحنا عندنا 18 مليار ونص حيشيلوا منا العشرة يبقى المجموع 25 إذا أسيوبيا حتخزن 75 مليون مليار متر مكعب في 3 سنة يبقى في السنة حتخزن 25 25 حيشيلوا منا العشرة ويشيلوا من المصريين 15 دي السنة اللي حيبدو بها الآن ممتاز؟ أيوه لما تشيل نص الموية حق الدولة معناها أثرت على المشاريع الزراعية بالنص ولا لا؟ يطلع خبير زي ده دافع عليه أثيوبيا، يطلع يقول أي توجسات وأي كلام عن السد ده، آه كلام فارغ ده كلام دولة عميقة. طيب رد على الكلام اللي بقول لك فيه، كهربتنا حتكون بالنص تيجي تقول لي يا أخي مو... ثلاثة دورات زراعية في السنة؟ ها؟ آه؟ ده والله إلا يعني أقول لك شنو؟ ها؟ آه؟ بالمناسبه يا اخوان انا بقطع الزلط مقفل طبلون وسارق نمره لما نقطع الناس تعمل رايحه يا بيبي ما تكتبوا لي الزلط يا اخواننا ما انا قطعته وانتهيت اشاره ما بيثبتني انا قطعته وانتهيت يا اخواننا فتقوم شنو انت تعمل رايح ها احنا كلنا شماخر يا بيبي كلنا بنقفل الطبلون وبنسرق نمره فهمتني قال لك العداد 300 احنا بنمشي ب 380 كده يا صاحبي شفيت جد فما تكتبوا لي الزلط انا ما قاطع وانتهيت امشي قدام يا صاحبي مين الزول اللي احنا بنزلوا الرياضيات قوم يا سيد المويه بتاعتك بقت النص معناها مشاريعك الزراعيه حتبقى النص ممكن تكون امين وتقول للناس حتى الانتاج الزراعي حيكون النص معناها حنخش في مجاعه الكهرباء بتاعتنا ما بننتج ما بننتج كهرباء <applause> إحنا ما بننتج كهرباء لأنه ما عندنا مويه في السدود حقتنا أنت تيجي تقول لي الموضوع ده كلام فارغ حلو كلام فارغ طيب ايه رأيك إنه حمدوك شخصيا على مرتين في الإعلام في مؤتمر في مجلس الوزراء صرح قال يا إخوانا السد لو قام الملأ التاني حيأثر على حياة 20 مليون مواطن بدل أنت يا سيد الوزيرة أبو ومعاك الوزير التاني اللي قالوا هو وزير ري سابق زول لطخي كده يعني ما شك هزاته شكله كده هزاته شكله نهر هزاته هزاته بيولد مويه يعني لا يمكن انه زول بطريقه كلامه التبسيط المخل الما لا ادله ولا مستندات بيجي بيقول لك اوه ده بيتكلم وساي وده كلام فارغ يا اخي رئيس الوزراء قال في 20 مليون سودان حيتاثروا قالها مرتين طلع ياسر قال الكلام ده طلعت وزيره الخارجيه بتتكلم عن انه لو ما وصلنا لاتفاق في كنشاسا حنستخدم كل الوسائل المتاحه بما فيها الحرب يجي يقول لك ده كله, كله. فاضل 60 يوم ما في السودان في زر راجل يجي يحسم المساله دي يقول له يا اخي السد كويس ولا كعب ما في اذا السد قام قلنا لك انا ما بتقدر تهبشه يا اخواننا دي ما كارثه بتوحد الناس الموضوع ده كبير وخطير يا اخوان موضوع السد فاضل له شهرين حياتنا حتتغير لكن ما في مشكلة ما في مشكلة وانت ماشي بتسمع في ال ايوه امبارح انا في حاجة ده دار اقول لك عندي فيديو كده ولا هو مقطع صوت حايم بتاع اللي بتكلم فيه عن ال اسم شنو بتكلم فيه عن رمضان وبتاع شنو هو كرروك المهم بس بتكلم مع دكتورة دكتورة بقامة مدير مستشفى وهي بتسمع الآن ومعاه سيرتها أنا قلت لها تحضروا اللايف ده بالبرجل ب... والقلم في كلام مهم فقلت لها بنتكلم عن المشارح قلت لها شكرا لكم ولاجتهادكم كده وقلت لها يا أخي في صورة بتاعت بسبوسة في 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 صفحة الجميلة يا أخي انت بس عملت التسكية السرب بتاع البسبوسة ده عملتيه بشنو تخيل عزيزي المواطن بعد العولمة والمدنية بعد الفينيمست بعد نهي الله أه؟ بعد لغمان بعد حامدوك بعد منى بعد الشويس واخسيسي المطاعم اللي زز كده دي ما معرفة بتين كلها تيين سيغسينين والبعد بعد كلمة حالة دخلت السودان قالت لي عملت سكر وموية وزرات ليمون يا اخوانا بتعمل ال بتسقي البسبوسه والكنافه واللقيمات وبتكب ليمون في السكر تجيب في جاي من ضميرك يعني ظالمينكم ايوه ظالمينكم ايوه الرجال في السن من المراه نعم حقيقه بنحترف أه؟ وبتموتوا بالصبغه عشان تكونوا جميلات ايوه عارفين وبتتحملوا ما عارف السخانه بتاعت الكوافير ايوه عارفين ربنا يديكم الصحه والعافيه وما بدوكم مصاريف في يدكم ايوه عارفين وقاعدين يبيعوا اي مره في السودان عرسوها باعوا الشيله حقتها باعوا الشبكه حقتها ما في مره اصلا ده ده عرف احنا عارفين لكن انت بتكبي ليمون في ال... في ال... في ال... في في, السكر في السكر بتاع البسبوسه ها ما مغدرين تعب الناس اللي بيطلعوا من الصاحي عشان يجيب لك كيلو بتاع سميد ولا 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 ولا, 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 ولا دقيق تعملي بيه وكيك اسفنجيه وتيجي بتكبوا ليمون في ال... في ال... في ال... انتوا لسه في ال... ها ها؟ أه؟ لا لا بامانه يعني كده قيف وقيف وقيف خليك من اي حاجه ظلموك ايوه قيف قيف ما هو هم... يعني انا يعني احنا حنعمل ثاني برنامج اسمه كيف ناكل لا يعني يا اخواننا اللي بتعمل العمليه البطاله دي اول حاجه تستغفر تستغفر من, من ضميرك يعني احنا ما شايفينك ما في زول عارفك أنا ما أعرفك كيف <applause> لكن الناس تسمع فيني من ضميري كده استغفري أول حاجة أنا حوريك يا كيف لكن إياك ثم إياك شوفي تعمليها تاني أنت طلقانة كل النسوان في السودان طلقانات بحبل من حبالة هنا آه يا أخوي حمد ده منى طلقانة المرة فاتت طلقتها له في موضوع حسي تاني فاضل لي فيها حبلين بطلقها له طلقانة مو دي في مزمة يا أخي ما تعملوا الحاجة تعمل شنو سكر كوبايتين مويه كوبايتين ملعقه كبيره بتاع السمن ما بيعملوا ليمون دي حتقدر حت تسيطر على كل البسبوسه في الكوكب حتكوني ملكه البسبوسه الموضوع ده كله اصلا التسقيه يا بيبي واحده فيهم بتكون حاره والثانيه بارده ودخلي فيها العسل عسل النحل مش الصيدليه ولا هو بيجيبوا من وين العسل ده عسل النحل العادل في السوبر ماركت ده وطبعا كله ما في يا اخي في نحل عنده عسل يا اخي في الكوكب دقيقة كله 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 حتى العسل النحل ذاته ضارب بالمناسبه المهم اللي بتسمع في نحسي بتعمل في البسبوس ولا كيكة ولا حاجه للسحور وقفي كوبايتين سكر كوبايتين ميه ملعقه كبيره سمن وعسل ودوبين وسجع على كده وبكره الدين الرايق عليك الرايق شنو على الله صوره كده للصينيه وبعدين اهم حاجه اعملوا فيها غوايش الذهب عشان تورونا ذات <applause> انتاجكم كيف وناس تزع طويله يترزقوا اللي يجوا يسرقوكم ذات عشان نرتاح ذات طيب دي الاولى الثانيه في نكهه غريبه في البسبوسه والكنافه السودانيه جايه من وين بتحس في حاجه محروقه كده لكن بعيده ما قادر تقبضها لا تعرفوا سيريلاك لا تعرفوا اللبن مجنن، لا تعرفوا البسبوسه والكنافه محروقه، الموضوع ده سر ب ب ب بحمصوا لبن البودره وبيكبوه في البسبوسه في الكنافه في عين الستر وموش الستر، الموضوع ده سر صناعه البسبوسه والنكهه في السودان بيحمصوا لبن البودره، ما عارفين المعلومه دي؟ لا لا بامانه ما عارفيننا احنا نتكلم في 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 يا اخي في... ما ممكن تقل... ده عمليه بطاله دي يا اخي. ليه بتعملوا كده؟ ليه؟ الوحده ما عارفه تمشي محل بتاع بتاع الهنايده بتاع الباسطه حنك الزول قول له يا ما اسمع بي... الشغل اللي بتسقوا السكر كيف انا ما عارف البيتزا بتاعتي بتفك العجينه ما عارف الفرن يكون رطب مع مسخن كيف عندي جد على ناصر رشيد يعقوب حس يقول لك الصرف قال الفرن انت ما عارف انه الفرن بتاع البيتزا المفروض يكون مرطب لا بجد يعني دي كان ما عارف ما عارف دي لا 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 رشيد ما عارف دي الرشيد فرنسا فرنسا ماريت الرشيد فرنسا انا يا اخواننا قبل شهر حلفت وقسمت بالله انه حيتم تصفيه ادريس دبي لكن ده ما وقته كان حاضر الله يكتب الكلام الما حاضر ما, ما مشكله وامشي فتش بعد شهر ب... و... و... كده بتلقاه قبل شهر ليه احنا قلنا كده وسيطرت فرنسا على ال... وظهور فرنسا تاني ليه؟ قالوا يا اخي ادريس دبي مات في الميدان شنو يعني مات في الميدان؟ ماذا يعني هذا؟ قال لك يا اخي كيف يا اخي الرجل بطل سناء الربيع قالت والله من غير ليمون ما تنجح لو جت جن الازرق انا الجن الازرق وجيت انا الجن الازرق وجيت انت بكره جربيها بس قال لك صرفة تعالى على عشان تطبخ انت اه وين اصحابي اه وين اصحابي انا براي لجنة فنية انا بدوق وبتف بس لكن انا ما بعمل اليدين دي من حرير يا معلم الدين دي مخلينا لشغل الكبير اسابي اه يا طبيخ طيب احنا بنتكلم اخوانا عن تشاد قالوا يا اخي الرئيس دبي الرئيس دبي راشد قال لبن البودرة بتاع اسامة داود لا بتاع ال... الشركة ااا ده... حتى زلط لكن اعتبروني قطعت يا غرام طيب قالوا ادريس ديبي مات في الميدان ودي دلاله على انه بطل وراجل وشهم قال الكلام ده ناس كتار وبيحاولوا يروجوا انه يدرس دبي بطل شنو يعني يدرس دبي مات في الميدان يعني انت انت فهمت منها شنو الحاجه دي انه زول بطل لا لا ما بطل ومنو قال لك مات في الميدان اصلا وشنو يعني انت طوال جاي درس دبي بطل وعلاقاتنا التاريخيه الناس بتتكلم ما عندنا علاقه تاريخيه مع قتله مجرمين لكن نتكلم في منطق معين بسيط هدا فرعون ما مات في في الميدان انا ماله ومال ادريس دبي مات في الميدان ولا في جريده الراي العام انا ما له ماله وماله انا بسالك ادريس رئيس دوله مات في حرب محدوده وعباره عن مشاكسه صغيره ده تصريح الجيش البيان حقه بيان القوات المسلحه التشادي قال كده تجي انت تقول لي مات في الميدان دفاعا ما في دفاعا ما في دفاعا كيف يدافع عن دوله هو انتخب فيها بنسبة 70% قبل 24 ساعة من اغتياله قبل 24 ساعة من اغتياله ادريس دبي فاز بنسبة اصوات 70% ولسه كان في تجهيزات الاحتفالات واعلان فوز رسمي مشارك بتاتشر مش ضربوه طلقة مات قال لك دفاعا دفاعا عم منو يا زلمة المعارك دي مدورة من يوم 11/4 شنو يعني الاجبر وبالليل داك لحظة فرز الاصوات وإعلانه يركب التاشر يمشي في معركة محدودة المعركة المحدودة دي يا سيد البتيد تقول لي مات في الميدان كده كيف مات معه منو قال لك خسر الجيش التشادي خمسة قتلة وإصابة بعد شوية الإصابة بقت قتلة ما معروف هم حسبوا يدرس دب معاهم ولا لا حلو كان جريح تمام زول بإقامة رئيس جمهورية وين طائرة الإخلاء حقته قال لك جابوا هليكوبتر لكن لأنه هو كبير في السن ده كلام فارغ أنا ما دار اسمعه منك الإخلاء بتاعه يعني شنو يعني يسوقوه من تشاد ودو فرنسا عنده طيارة بتاعة إخلاء وزول بيخوش معارك قديم عارف الموضوع ده وين الطيارة دي ما في يموت ليه في فرنسا ولا يموت في تشاد يا أخي وريني انك انت بذلت مجهود حاولت تحييه ومات عشان انا اجي احقق معاك اقول والله يا اخي الرئيس ساقوه وزراء والمقربين ودوه فرنسا مات في الطريق لا لا والله يا اخي الجيش علم فقدوا لادريس دبي ادريس دبي تم اعدامه بعين قويه والاعدم ولده كلك عارف الكلام ده ليه اعدم ولده انا لك الان ليه اعدم ولده ليه انت ما قلت اعدمته هند مرته ليه ما قلت اعدمه موسى هلال ايوه موسى هلال ذاته داخل في الموضوع انت موسى داخل ولا ما داخل اه في عمليه مخابراتيه رفيعه المستوى دخل فيها موسى هلال موسى هلال جاب قروش بتاع غسيل اموال من ادريس دبي قدام العالم وقدام الكوكب ده تحيه للسيد موسى هلال وبته طبعا ده ما اعراض ولا حاجه احنا بنتكلم سياسه العرس بتاعتك لبيتك ل... ادريس دبي هي كانت عشان تخش 26 مليون دولار بطريقه رسميه بس. وبعد سنه طلق هو الموضوع كله مش انه آه تغارب وجهات نظر وما تغار لا لا ده شغل بتاع بي بي ناس ناس يعني متعاقدين مع الشيطان كلهم دير اللي قدامك في المشهد متعاقدين مع الشيطان. فما عندهم مشكله يعرسوا اولادهم يدخلوا اولادهم اطفالهم يموتوا يضحوا. في موسى هلال داخل في المو... ليه ما اتهمت موسى هلال يعني؟ ليه قلت ولده؟ لانه قال لك ولده ده يعني عينه على السلطه وشنو يعني عينه على السلطه؟ انت من عشان تحدد انه عينه على السلطه؟ ما في شواهد للمساله دي اسمه محمد كاكا محمد كاكا ده كاكا ده اسم الجد الجده يعني اسمه ود الجده تربيه حبوبته ربته حبوبته هو زول ما معروف تاريخ ميلاده لاقاك زول ما عارفين تاريخ ميلاده ابو ما يكون عارف تاريخ ميلاد ولده لاقيتك الحاله دي بسهوله يعني احنا بنتكلم في ال... في يعني ال... في ال... في في, الـ في القرن العشرين يعني الزول اتولد 1984, 1984 1983 ما مح... ما, معروفه حتى الان وزول بعدين شرس وما تربيه قصور الزول تربيه يعني حبوبات زول طالع صعب فيدريس ديبي كان بسخ في الودة ده ده قاد معارك من سنه 2009 كان غايت الجيش التشاد التشادي انا قاعد اقول لسيوبي يا اخواننا الناس اللي بيقولوا هو ولده ما متبنيه وما متبنيه ده موضوع تاني لكن هو ولده اتربى مع حبوبته عشان كده اسمه محمد كاكا كاكا بالتشادي اسمه يعني جدة يعني اسمه ود الجدة زي ود البط السوداء فهمت فهو الودة. تربية عنيفة جدا وابوه صرف فيه وجابه وكان ماسك القيادة والحراسة حقت ابوه انا دارك هنا حس ادخلك فيلم صغيروني يعني القصة دي كلها دار بس خليك تتنور ودار ادخلك فيلم صغيروني وطق ونحسم القصة نعرف الجنة ده الكتل اتفقنا ادريس دبي الواد ده فيه في قيادة المعارك من سنة 2009 وكان بيفكوا مع كل الصلاحيات مع كل التسليح مع كل الدعم من عمره 21 سنة بيغود معارك ضد التمرد وبعدين بيشتغل إبادة على قرف أبوه رئيس الجمهورية مين اللي بيفتح وراه فرنسا الدعمهم هي المنظمات وهي اللي بتجيب السلاح فرنسا بتغمد عيونه الولد ده عاس في الدنيا دي لحد ما طوروه وتربى طيب أي واحد من أخوانه او اخواته او المقربين من ادريس ديبي بحاول يصهر الودة كان بيبلعه سوق باسود شغال لك فيهم بلع ثقيل جدا الجنة ده واموره ماشيه تمام الود عشان تعرف انه وصل مرحله هو قائد الحرس الجمهوري شنو يعني الحرس الجمهوري هي دي الكتيبه المسؤوله من حمايه رئيس الجمهوريه ادريس ديبي مقسمه لثلاثه كتائب الود قائد الثلاثه كتائب وقائد الكتيبه الاولى طيب الكتيبة الأولى دي ذاتها فيها فرقة خاصة صاقعة مدربة تدريب عالي رفيع المستوى وخاضت معارك في مع بوك وحرام وتدربت تدريبات مبالغ فيها وغا... واي حاجة الود هو الغايد حقها يعني الفرقة الاولى الكتيبة الاولى الصاقعة نمبر ون هو نمبر ون الود انت معي هنا المسؤولة من حماية ادريس دبي في ترحاله في اي حتة يتحرك ادريس دبي لازم يكون محاوط نازل انت دارت تسالني كتل ادريس دبي منو؟ انا ما بوريك انا دار اوريك منو المفروض يحمي ادريس دبي؟ ولده بس نقطه عربي انتهى هو المسؤول بالقانون بالقانون من حمايه ادريس دبي اللي هو شنو؟ الحرس الجمهوري الحرس الجمهوري بحرس بيحرس ادريس دبي كان وين لحظه الضربه دي؟ نقطه عربي انتهى كان وين؟ كنت وين؟ ده رئيس جمهوريه وانا ما بتكلم لك عن 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 عن, مدير فريق كورة ضرب في الشارع لا أنا بتكلم عن أعلى سلطة قضائية أعلى جهاز تنفيذي أعلى نمبر ون في الدولة رئيس الجمهورية الضرب أنتوا كنتوا وين الحرس الجمهوري كان وين ما طلبتوا تفتحوا تحقيق ليه من طلب يفتح هند مرة تدرس بمشاركة ولده في الموضوع أي من هنا مريم قتلت أبوها والود قتل أبوه وهند مرت ادريس دبي مشاركه الود وعندها مرارات على ادريس دبي بعدين هي هند دي فرنسيه بالمناسبه هاي بتشوفها كده اوك وبتاع وشاي لبن وكاكاوي اوك أمة فرنسيه واخذت الجنسيه الفرنسيه سنه 2014 بالمناسبه الزوله دي خطيره جدا جدا لكن طبعا حسي خلاص حتتبلع ما عندها ما عندها وجود مشاركة هاي ما هي قالت احنا حنفتح تحقيق ما تفتحي تحقيق ما تفتحي تحقيق انت تربي زول كان حول ال... الرئيس اول زول المفروض يتربس منه قائد الحرس الجمهوري اول ذول المفروض يتربس منه قائد القوات الخاصه اول زول مفروض يتربس منه قائد المخابرات وجهاز الاستخبارات انت عارف ديل كلهم منه شخص واحد محمد كاكا محمد ادريس دبي الفريق الان قائد المجلس الانقلاب الانتقالي في تشاد ده محمد ولده محمد ولده قتل ادريس دبي منه قتلته قتلته باعوضه ما شغلتنا احنا الكم بشغلتنا المفروض بنفروض اول حاجه كنت وين واحد كيف الناس اللي قدروا يوصلوا في معركه صغيره بتصريح الجيش نفسه ومحدودة الاشتباكات محتمال يكون مناوشة بس بطبنجة كيف قدر يوصلوا قدام إدريس دبي ويملوه و... 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 رصاص كيف الكلام ده كنت وين وشافوا منه كنت وين انت بس السؤال الأول كنت وين كنت وين في معركة زي دي ليه خليت أبوك يمشي المعركة وانت كنت وين من منبارح كان لسه 24 ساعه ما فاز ما تماها من 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 فوزه بالانتخابات يعني ادريس دبي موقفه في تشاد كان قوي جدا فايز بنسبه 70% من الاصوات واحده مجهوله النسب ما معروفه هي منو فايز ب 3% واحد من المعارضه فايز ب 10% ادريس دبي تم اعدامه وتصفيته لانه هو ادريس زي الصادق المهدي بيضرب له حاجه كده ما معروفه شنو بيقوم بيجيوا لحظه بتاع التجلي في تيحة عنده فيديو اللي بيتكلم فيه عن سيطره فرنسا عليه وعلى اجباره على الحكم ورغم انه كل مره بيرفض ال الانتخابات هم كانوا بفوزوا اللغاء اللي انتم شايفينه ده اخوانا طلعوا اللغاء ده خلوا الناس تحضروا في جزء كبير منهم حضروا ده اللي بيكشف لك السبب ادريس ديبي عنده كك زي معمر الغزافي بدو فتره الماسونيه النظام العالمي الجديد في رؤساء كده بالنسبه لهم مكلفين عشان انا اغطي وراهم متعبه يا اخي شيلوا برا وجيب زول ثاني اي دوله تلقى فيها نظام انتقالي دي من وراه امريكا في تقرير طلع قبل ستة شهور من المخابرات الامريكيه برشح محمد ادريس دبي للحكم بتاع تشاد قالوا انه ده الزول القوي والزول الجاهز محمد ادريس دبي شايت مع امريكا في امان الله ابوه ده راقد لفرنسا طبعا ما عنده حاجه يضيفها الكلام ده انا بحكي لك انه الناس بيقولوا يا اخي اذا تاثر التشاد حيتاثر السودان انا ما فاهم دي اي هو ده حتحصل طبعا عدم استقرار في تشاد عدم استقرار في السودان صحيح انا ما قاعد اخذ كده قول لي انت بتاخذ كيف انا باخذ لك انه عندنا مؤتمر بتاع مانحين في فرنسا اي آه يعني شنو لما احنا عندنا ماشيين في فرنسا اي آه يعني ها وفي شنو يعني لما احنا بنتكلم عن تشاد وانه تصفيه ادريس ديبي تمت من فرنسا اي آه يعني ها لما احنا بنتكلم عن انه مرت الرشيد يعقوب اللي كان شغال في البرلمان الفرنسي والرشيد يعقوب اللي هو وكيل وزاره الثقافه الزول النكر رجعوا روحهم الوحيدين رجعوا روحهم الصالح العام من الصالح العام متفصل صالح عام رجع روحه هو ومرته سفراء بدرجه وزير اتحادي في الخارجيه وماسك الملف بتاع فرنسا والاتحاد الاوروبي مرت الرشيد الرشيد مركوب هي الماسك الملف وتقوم بدون مقدمات الأسبوع الفات نسمع إحنا كنا نايمين كده إذا نايم في أمان الله بنجهز نفسياً لرمضان فجأة نسمع إنه عمر مانيس رجعوه سفير في الخارجية السودانية وبعدين رجعوه سفير في فرنسا أها ده قبل مؤتمر المانحين ظهور شواهد كثيرة لإنه فرنسا بتحاول تعيد بعض مستعمراتها و بمناسبة فرنسا قاموا القحات لعبوا لي يروحوا مبص قالوا لك يا اخي في مرة كنغولية وقرروا الناس شاتوا في الموضوع بعدين جوا قال لك هاي ما تتكلموا فينا في اعراضنا احنا ما عندنا الكلام زي واو غشيناكم جنكم تتبلوا علينا اقول لك حاجة يا قحات موضوع الكنغولية ده انا ما شغال بكثير انا مشكلتي في الفرنسية هتمثلوا فيلم الفرنسي ده جاي معيد قرب الشهر خمسة دي واحدة اتنين. انتوا مالكم بتتكلموا في الموضوع ده أنت مش عندكم الود ده صور في البجراويه الجنه ده من تاريخ السودان ده كله قدر زول زي يخش يصور فيلم في السودان زول زي زول اللي صور ده مش البجراويه صور مش جه في زمانكم انت قال هو صور البجراويه ال ال الاهرامات ال ال منو في الكوكب ما عارف انه الاهرامات دي قاعده في في, في البجراويه منو المعارف احنا الوحيدين في, في العالم كله عارف ان عندنا اهرامات هل هو جاي يطلع على الكوكب لا هو جاي يطلع على الاهرامات الزيو انه احنا هنا قاعدين في السودان مجموعه وكده 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 وجا صور دارتن كروادي أنتم ما اول لفظ خادش للحياه قالوا السكران بتاعكم اللي اسمه السراج ده في الفيلم بتاعكم الفاشل الفيلم اللي بيتكلم عن عنكم انتو ده, ده, ما حصلت عندكم انتو؟ ها تجاري من الموضوع ده وين تجاري منه وين انتو؟ تجاري من وين الغوانين اللي بيعمل فيها حسي حمدوك ومعاو نصر الدين حرية المرأة والمرأة تدخل والمرأة تتزوج والمرأة عندها حق العصمة والمرأة تنسب أي ولد من الشارع ما هو ده الفيلم الكنغولي ذاته انتو تمثلوا في المجتمع انتو المجتمع ده كله يمثل الفيلم الكنغولي الأغاني بتاعت الزول الأسي مصدر الإعلام والميديا قش الجبل قش الجمل الزول دي انت سمعتوا بتاع الأورغن بيقول شنو الكلمات اللي بيقولها ده اللي انتوا بتروجوا له وبتحاربوا في محمد مرغني في ترباس في كل الشعراء بتقفلوا لهم الفنانين الفنانات اللي بيتكلموا كلام كويس وده الأداء ده انت اسمها ممثل المجتمع كله انت ده... انت شنو الموضوع ده جاري و... منه ما هو ده سيداو اللي بتتكلم عنها وحق الختان وحق ال... وحق ال... الاجهاض المرأه دي حتجهض ضروسه لا بسألك سؤال اذا جايباه بالدرب العديل مجهضه ما له؟ ها؟ مجهضه ما له؟ ما في قبال المساله دي إيه ما هو ده انت يا خالد سيلك ام خالد سيلك اللي بتسمعي ده ولدك المشي حجة هو يعمل الكلام ده دا. واحنا دارين الحاجه دي يعملها خالد سيلك سيدا في امه وفي اخواته وفي مرته وفي بناته اذا عنده براعم كده حلوين ظريفين يطبق لنا فيهم سيدا ونشوف ما ما تبقوا لنا زي المجنون الترابي يقعد لي في كرسي عادي انا ما ارضى المراه ما تطلع مرتك تؤم الناس في الميدان عشان نشوف ذاته ما ما تبقى. انا لا ارى فرق بين السنة والشيعي انت لانك زول جنريتر عشان كده ما بيشوف فريق ربنا عاميك انت الترابي دار طلع علينا زي خالص قال انا حكيت مسك حجيبه سيدا حتجيب سيداو انت انت بتجيب سيداو سيداو في وشك زاره في اخلاقك زاره في تربيتك زاره في اسرتك زاره في وزركم زاره جاي يتكلم ويقول لك يا اخي يعني موضوع الكونغوليه ده اتهمون اتهموكم شنو انتم ما كلكم كونغوليين فعلا أنتوا كم التمثيل والدعاره دي بتصلوا المناصب دي ها يقول لك يا اخي المتاسلمين والمعارف سيصرخون طيب احنا حنصرخ واحنا المتاسلمين انت رايك شنو في الموضوع ده وزير الاوقاف اطلع يتكلم اطلع يتكلم دهري رايك انت بتسرق قروش الناس بتاعت الزكاه وتجد على الطلي كل الشريعه ده ما حرام يا اخواننا حمدوك معاه ولا ما معاه حمدوك اسمه مرغني اسمه مرغني ممكن تكون مرتك ارجل منك تقول الحاجه دي رايك شنو انه حمدوك بتاعك ده اللي قلت ما بيسرق قاعد يشيل قروش الكهرباء والمويه مقدم وما بيجيبها رايك شنو رايك شنو يشيل قروش الزكاه وعامل الوثيقه الدستوريه بدون دين وبدون لغه وعطل الحدود بتاعت الاسلام بيشيل الزكاه من الناس ليه طيب بيشيلوا الزكاه من الناس ليه ما لانكم حراميه لانكم جزم لانه ما عندكم مورد ثاني بيشيلوها من بنفس الخداع الوزير بتاع الاوقاف يطلع يتبجح احنا عندنا رؤية وحنطلع قوانين تمنع الاحزاب الدينية انا شخصيا هعمل حزب ديني تحدي الليك انت ده هعمل حزب ديني وما بتقدر تمنعه ما هو داك حزب اللمنة امشي فرتقو وداك الحزب بتاع الختمية امشي فرتقو وداك الحزب بتاع الجمهورية امشي فرتقو وبعدين تعال قول يا اخي بمنع مرسلينك ما مرسل مرسل زول كل كفاءاته كان بيدرب فريق كوره عمره سبع سنه ده جايبينه لك عشان يفتي في الدين تتكلم يقول لك متأسلمين ولا انت انت القروش اللي قلت لقوها في المسجد بتاع الصايم ديما ما شغلنا لك الفيديو هنا الناس يا اخوانا تشرب مويه تاخد الله بريك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ايوه طريقه التلفون يا اخوانا أنا يا اخوانا ما عندي مشكلة في المجتمع، دقيقة في رد هنا. ما عندي مشكلة في المجتمع، إنه المجتمع داير يبقى علماني ما عندي مانع، دار تبو، ما عندي مانع، أنا ما عندي مشكلة، إحنا حريتك، حريتك شنو؟ اللي بتخليك تصل الشريعة الإسلامية تمشي تفرتك فيها. أنت مالك ومال الشريعة، يا أخي قلت علمانية الدولة خلاص علمانية، ما تجي تقول لي يا أخي والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، أنت مالك ومال تساويها، ليه تساويها؟ هم مسلمين وراضين بالموضوع وانت ما اكبر مرجعيه دينيه عندهم ولا يؤخذ بقولك في فضائل الاعمال وزير الاوقاف الان في السودان ما في زول رجل دين يؤخذ بقوله في فضائل الاعمال قوم يا ساده الصوفيه كده دارس اسالك الصوفيه ساده الصوفيه بسم الله الرحمن الرحيم راي الزريبه في موضوع العلمانيه والتطبيع مع مصر بسم الله الرحمن الرحيم خليفه الشيخ البرعي والدمره والبدور وتبدر ما دار الجماعة الجوك ديل وخلوك انت طلعت البيان انت رايك شنو في الموضوع ده ولا احنا بنغني برانا رايك شنو انت رايك شنو في اباحة الربا الربا ده انا اخليك السودانيين وناس مدنية ومدنية والشباب الناس دار تاكل ربا ما عندنا الله قال شنو الرسول قال شنو دارك انت تقوم تتحمل موقف وين السادة الصوفية؟ وين حماة الدين؟ وين السادة؟ أنصار السنة، خليك من المهاترة في السوق. السوق ده خلاه المهاترة. اذا انتوا بتعتبروا الكلام في وزير التربيه والتعليم خروج على الحاكم انتظرتوه لحد ما انزل معاش حتى تتكلموا فيه بحكم انه هو الحاكم ساكتين طيب يا اخي فتشوا ارضيه تتفقوا فيها مع الصوفيه ما ماكو خلاص كفرتون خلاص بعد التكفير ده تعال نتفتش حاجات نتفق فيها البلد دي بتضيع اذا انت بتسكتوا للشيوعيين بتاع وزير التربيه والتعليم تسكتوا ليه وتيجي تقول لي يا اخي لانه هو الحاكم ده ده كلام بتاع المدخلية دي كبار شيوخ ما بيتكلموا في الحكومة يقول لك ده الآن الحاكم خروج عليه كلام فيه خروج على ال... بيقبلوا أنا ده رأيكم يا أخوان خلوكم مننا أنت قول رأي أنا شخصيا بقول في رأي حسي لكن ده أسمعك أنت قول رأيك أنت قول رأيك أنت وين ده الرأي قاطع فصل في المسألة دي البلد دي يا اخواننا حت 20 صعلوق في كل المجالات صعاليق ازمات البلد الحقيقيه ما قادرين يتخذوا فيها قرار دوله قدامك بتعترف الطاغم الرئاسي كله بتاع مكتب رئيس الوزراء بتجيبوا القروش من المنظمات البرة سودان واحد يفتح خشم وماف تاني انت دار شنو يعني عمالك ترمي بيقول لك بيصرفوا لهم من برا ما من حق الحكومه تسالهم لانه مرتباتهم بتجي من برا تخيل بين الحكمين السودان لما نحن فرحانين قلنا يا اخي جيبوا لنا طه عثمان الحسين طه عثمان الحسين سكرتير رئيس جمهورية اترفض من مكتب رئيس جمهورية سافر دولة تانية اشتغل في قصر جمهوري بتاع الملك دي عميل ولا جاسوس ولا ما واضحة واضحة قلنا له نجيبه سنتين ما في زل بيقدر يجيب سيرته معرس امهاتهم كلهم ما بيقدروا ما بيقدروا كلهم كد عليهم الزول مستويهم ما بيقدروا الدار اقول لك حسي في موضوع تشاد الود قتل ابوه بايعاز من المخابرات الامريكيه طيب الموضوع احنا حيجينا صاد راد دا قلنا حيجينا لانه احنا ماشيين فرنسا ففرنسا الان بدأت بعملاء الجداد دل بالسيطر يعني حمدوك ده شايف في حته خلاص بقى حمدوك كرت محروق طبعا بيجيبوه يطرد عشان يغطي على الرئيس حمدوك ما الرئيس حمدوك بقى لعبه لدرجه انه حتى عملاء الحريه والتغيير بدوا يطولوا لسانه على حمدوك بدوا يقلوا ادبهم على حمدوك احنا ما بنعرف حمدوك بنعرفكم انتوا انتوا ضللتوا الناس انتوا اللي حتجيكم بعدين وانتوا اللي اكلتوا وانتوا اللي حتدفعوا الثمن الرئيس ادريس ديب ده يا اخواننا موته حينعكس على السودان بحاجات بعيده خليك من الظاهر والسلاح اللي حيدخل وغيره وغيره أنا الآن بشرح لك المسؤول الأول من حماية الرئيس هو المفروض الآن يقدم إلى تحقيق هو المفروض يقدم إلى محاكمة اللي هو ولده مدير المخابرات مدير الاستخبارات الرئيس الحرس الجمهوري قائد الفرغة المكلفة بحماية الرئيس إدريس زبي ده ولده بدل يقدموا له محاكمة مشعة لغى الدستور وعطل الدستور وعمل حكومة انتقاليه هو الرئيسة يعني ما فزل حيقدر يسأله هنا انت بتعرف انه الولد ده قتل ابوه. هند ما بتقدر تتكلم. وهندي ساكته لانه الان سطوه امريكا اعلى من فرنسا. لو سطوه فرنسا اعلى من امريكا، هندي كان حتبقى الرئيس بالمناسبه. هندي مرته دي. والجنسيه بتاعتها الفرنسيه دي ما أخذت لكن الان الامريكان معرسين الفرنسيين في تشاد وده كلام خطير. تعرف ايش نهاية الله؟ أنا في شنو ربي كلمنا في البسبوسة عرفت البسبوسة يا بسبوسة؟ ها؟ أه؟ أنا في شنو؟ وتحية لي المذيع رشا الرشيد كيف أخبارك إنت؟ إن شاء الله كويسة أنا في شنو؟ أنا نسأل الله الرحمة والقبول للناس اللي فقدناهم في الفترة اللي فاتت. آه والد اخونا عبد عبدو نسال الله انه يتقبل احسن القبول والد اخوتنا امل بكري وايمان آه موضوع البنك الدولي ده حجي بكره ان شاء الله بروابه